كذلك الطلاب بصعوبات التعلم يعني عندهم أو تواجههم مشكلات ومخاطر اجتماعية كثيرة. يعني أثبتت الدراسات الأجنبية، إحنا قمنا ترجمنا مجموعة دراسات أو مقالات دراسات أجنبية، إنه الأشخاص ذوي صعوبات التعلم يتعرضوا لمخاطر اجتماعية، والمخاطر الاجتماعية هذه مو قليلة يعني كثيرة، لأنه الطالب ذوي صعوبات التعلم عنده مشكلات داخلية، عنده مشكلات في الفهم، مشكلات في الذاكرة، مشكلات في طريقة حتى تلقي للمعلومة. فهذه المشكلات كلها تخليه يحس إنه هو مو زي الآخرين، تخلي الآخرين برضو يحسوا إنه هو مو مثلهم، وهذا الشيء يخليهم يتنمروا عليه، يخليهم يتكلموا عليه. طبعا هم حيتكلموا عليه مو بس يعني كأصدقاء، لا، من كل الجهات ممكن يتكلموا عليه، الأخوان والأهل، الأصدقاء، أحيانا حتى الوالدين بلا وعي منهم ممكن يخطئوا عليه. الطالب ذوي صعوبات التعلم طالما عنده مشكلات داخلية وإحنا جالسين نحاول إن نطورها ونعدل هذه المشكلات، ضروري كمان ننتبه للمشكلات الخارجية، ضروري ننتبه إنه ما في أحد يتنمر عليه، ضروري إنه ننتبه لنفسيته، ضروري نهتم بتعزيزه دائما عشان ما يتعرض لاكتئاب الثقة بالنفس، ما يتعرض للاكتئاب، ما يخليه يوصل لمرحلة إنه يترك التعليم. وأيضا الأشخاص اللي عندهم صعوبات التعلم يتعرضوا للتحرش الجنسي، هذا كمان حنذكره الحين، في دراسات كثيرة أثبتت هذا الشيء. فزي ما إحنا نهتم بالتعليم والتطوير والتفوق الدراسي، لابد إننا ننتبه للجانب الآخر اللي هو المخاطر الاجتماعية اللي يتعرض لها، سواء إذا هو يحس فيها داخليا أو المخاطر اللي ممكن تكون من الآخرين. أول هذه المخاطر اللي هي التنمر. التنمر يعني أثبتت الدراسات إنه الأشخاص أو الأطفال اللي عندهم صعوبات تعلم يتعرضوا للتنمر أكثر من الأشخاص العاديين. ففي المدرسة تجد إنه الطالب اللي دائما جالس يعني في الفصل ما يعرف يحل، ما يعرف يجاوب، ودائما الأستاذ أو المعلمين يسبوه أو إنه يعني يقللوا من قدره، يصيروا الطلاب الباقيين نفس الفكرة، يقللوا من قدره ويهزئوا ويصير منبوذ داخلهم، فحتى ممكن يتعرضوا له بالضرب أو بالسب أو بأي شكل من أشكال التنمر المعروفة. التنمر يؤثر على الطلاب صعوبات التعلم ويؤثر عليهم بزيادة، لأنه يؤثر على أدائهم الأكاديمي، يؤثر على قدراتهم الذهنية، هذا كله يسبب لهم مشكلات اجتماعية ونفسية، فيصير الطالب ما هو متقبل الآخرين، دائما منغلق على نفسه، حزين، قلق. كل هذه المشكلات يعني بسبب التنمر يطور عنده حالة انخفاض الثقة بالنفس، يطور عنده حالة إنه ما يبغى أحد وما يحب أحد ومنعزل، وحتى أحيانا تخليه هو يعني كشخص يتنمر على الآخرين. بشكل عام الطلاب ذوي العاديين يتصرفوا تجاه الأطفال ذوي صعوبات التعلم بشكل سلبي، يعني مو بشكل إيجابي. نادرا ما يصيروا أصحابهم أو أصدقائهم أو يعني أو يكونوا ضمن مجموعة، دائما يكونوا خارج المجموعة. التنمر ممكن يكون بشكل مباشر، يعني ليه أشكال كثيرة، ممكن إنه بشكل مباشر ينادوه باسم ما يحبه يعني، أو يعني من خلفه بيتكلموا عليه زي النميمة وكذا، وممكن يكون لا جسدي بالضرب أو السب. هو له يعني مدى طويل، مدى واسع، بداية من إنه يكون منبوذ اجتماعيا، هذا نوع من أنواع التنمر، إنه يكون منبوذ، ما حد يحبه، ما حد يشاركه أي شيء، وحتى يعني وصولا للاعتداء الجسدي اللي هو أصعبها. فهذا بالنسبة للتنمر. في أحد عنده أي استفسار أو سؤال، سواء عن المخاطر الاجتماعية أو عن صعوبات التعلم وأنواعها اللي تكلمنا عنها؟ ممكن تشاركونا على الشات أو ممكن تشاركونا صوتين. هل ألعاب الإنترنت وعدم الخروج من البيت وقلة التحدث مع من حوله يسبب عسر أو تأتأة للطفل؟
الألعاب تسبب مشاكل، ما تسبب صعوبات تعلم، تسبب مشاكل أخرى. صحيح. هل ممكن تجتمع جميع الصعوبات في نفس الطفل؟ ممكن. كيف توقف التنمر على الطفل؟ التنمر يعني بداية إذا كان هو مثلا في المدرسة، ممكن يبدأ بأنك تكلم الإدارة، ممكن يبدأ الإدارة يوعوا الطلاب أكثر يعني بسوء هذه المعاملة اللي يعاملوها الطلاب أو أقرانهم. ممكن أنت تنمي في الطفل ثقته بنفسه أكثر، فيصير حتى لما يتعرض للتنمر يصير قادر إنه يدافع عن نفسه. ففي أشكال كثيرة لعلاج التنمر. هل صعوبات التعلم يصحب نقص في الاي كيو اللي هو القدرة العقلية؟ لا، ما يصحبه. الشخص اللي عنده صعوبات تعلم القدرة العقلية عنده متوسطة وأحيانا تكون عالية، يعني مثل جميع البشر، فذكاؤه يكون طبيعي. المشكلة تكون في أحد الجوانب تكون ضعيفة عنده. تقريبا يكون من 70 إلى 90 ذكاء الشخص اللي عنده صعوبات تعلم، من 70 إلى 90 على مقياس ستانفورد. سوري، من 90 إلى 120، معليش، من 90 وفوق يكون هذا صعوبات التعلم، أقل من 90 لا، بطء تعلم. تمام، نرجع للمخاطر الاجتماعية الأخرى. فالمشكلة التالية اللي هي التحرش الجنسي. المعاملة السيئة لها عدة أشكال. المعاملة السيئة للطفل مو بشكل واحد، ممكن يكون اعتداء جسدي، ممكن اعتداء جنسي، إيذاء عاطفي، وحتى الإهمال، إهمال الطفل وعدم رعايته وعدم تلبية احتياجاته تعتبر معاملة سيئة. فالمعاملة السيئة ما تقتصر على نوع واحد، هي لها أنواع كثيرة. وجدوا في أحد الدراسات أن الأطفال المعتدى عليهم بشكل عام غالباً لديهم صعوبات، عدد كبير من الصعوبات. هنا ما حددوا إيش الصعوبات، لكن قالوا عندهم مجموعة كبيرة من الصعوبات. في الغالب كان المعتدى عليهم من الإناث بنسبة 70%، ونسبة الاعتداء على الذكور 30%، ومن الذكور كانت النسبة الأعلى للفئة الأصغر سنا، يعني اللي أعمارهم صغيرة. 92% من المعتدين كانوا من الذكور، بنسبة كبيرة يكون فرد من العائلة، فرد من المعارف، الجيران. وحتى في دراسة أخرى إنه ممكن من قبل مقدم العلاج نفسه، يعني يود الطفل عشان يتعالج من مشكلة فيعتدى عليه من قبل مقدم العلاج، وهذا شيء يعني بنسبة 30%، بس يكون على فئة، فهذه الدراسة كانت على فئة البالغين، إن هم يتعرضوا للاعتداء من قبل مقدمي العلاج. أيضا في مجموع حالات الأطفال بشكل عام، مجموع حالات الاعتداء بين الأطفال ذوي الإعاقة أكثر من الأطفال العاديين، يعني بطبيعة الحال أكثر من بنسبة تقريباً 1.7، فيعني إذا كان الطالب، فبين الطلاب ذوي الإعاقة 3 طلاب من ذوي الإعاقة من أصل 10 يتعرضوا للاعتداء الجنسي، بينما الطلاب العاديين أو السليمين يكون 1 من 10 اللي يتعرض للاعتداء الجنسي. هذا بالنسبة ذوي الإعاقات بشكل عام. لكن لو حددنا صعوبات التعلم، ففي دراسة أخرى تقول إنه من بين 1000 حالة صعوبات تعلم في 147 طالب يتعرض للاعتداء الجنسي. لوحظ أيضا إنه في من 39 إلى 68% من الفتيات، 16 إلى 30% من الذكور يعانوا من ضعف فكري، كانوا عرضة للاعتداء الجنسي، وهذا كان قبل سن 18 سنة، يعني هم صغار ما بلغوا. فتشير التقديرات الأمريكية أيضا، هذه في دراسة أخرى، إن 1 من كل 3 من المراهقين ذوي العجز وصعوبات التعلم
ذوي العجز نقصد فيها الأشخاص اللي عندهم عجز حركي. فذوي العجز وصعوبات التعلم، واحد من كل 3 يتعرض للاعتداء الجنسي، هذا في التقديرات الأمريكية، بينما التقديرات المملكة المتحدة كان 1 من كل 10. فهذه النسب ليست قليلة، وفعلا الأطفال يتعرضوا لمشكلة كبيرة لابد من الانتباه لها. الشخص اللي يتعرض للاعتداء ضروري إنه يوفر له العلاج، عشان لابد يعني يوفر له العلاج، بغض النظر إيش كان القصور اللي يعني يعاني منه، القصور الذهني اللي يعاني منه، لأنه هذه التدخلات العلاجية تساعده في إنه يرجع يتكيف للحياة من جديد. في حال إنه ما تعالج وما صار في أي تدخلات علاجية، هذا الشيء يسبب له انخفاض في مستوى الأداء العام. ما راح ينخفض في مستوى 1 أو 2، حينخفض في مستوى العام، يعني جميع المجالات، سواء في المجال الاجتماعي، المجال النفسي، المجال الأكاديمي، راح ينخفض في جميع المجالات، لأنه تأثير الاعتداء يكون جدا كبير وجدا يأثر على نفسيته. فلا بد من العلاج عشان يرجع يقدر يتكيف مع الحياة. هذا بالنسبة للتحرش الجنسي، وأسهبنا فيه كثير لأنه فعلا هي مشكلة ظاهرة، ونحتاج إنه ننتبه أكثر للأطفال سواء كمعلمين أو حتى آباء.